بداية نتقدم بأسمائيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ونوابه وحكام الإمارات وأولياء العهود الكرام بمناسبة حلول ذكرى الاتحاد 52 لدولة الإمارات. بكل فخر واعتزاز حبينا احنا اليوم نشارك قبيلة الزيودي في هذه المناسبة الوطنية لنجدد العهد والولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة وسائلين من الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها الأمن والأمان. عندنا قصيدة مناسبة هذا اليوم إن شاء الله. يا أبو خالد آمر وأشر بالفخر ينا ملبينا، لك علينا عهد ما نخر الزيود وعدنا يمينا، طوع وين تامر نسير ما تهاوبنا معادينا، زيود لوي هالزمن غبر ما نغيرها مبادينا، فعلنا عنقولنا يخبر دربنا هو درب أهالينا، عالمعادي نسمي ونكبر في الوغى وسط الميادينا، السغير فينا ما دبر انزقر تهياك في الحينة، نفدي دار اللي بنا وعمر في صروف الوقت المحينة، زايد وله بالدعاء نجهر يكرم الفردوس والينا، يا أبو خالد غرسكم ثمر صار يضفي على بلادينا، يكفي لو بالسباب تشر في النوايب لا تحاتينا، انت نوم الساعة انتامر يا العمرك يبطي سنينا.